معايا دلوقتي شوق من الاسماعيليه، استغاثه من سيده في الاسماعيليه عندها مشكله ما. يا ترى مدام شوق، ايه الموضوع؟ اتفضلي انت على الهوا. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه يا استاذ معتز، انا مشكلتي ان انا جوزي اخد مني ابني. انا ابني دلوقتي عنده 5 شهور وهو اخده بقاله 2.5 شهر، طموه من صدري وبيساوموني، عايزه ابنك اتنازل عن القايمه وعن فلوس اخدها من امي وامي ماضيه بيها وصل امانه، واتنازل عن كل حاجه. وقالوا هم اللي مقويينه بقالي 2.5 شهر من قبل العيد الكبير ب5 ايام، وانا ابني مش في حضني. رحت للاقسام وعملت استغاثه لوزيره الداخليه وعملت استغاثه للنائب العام، مفيش حد سال عني. معايا اقرار من المحامي العام الاسماعيليه جبته، طلعوا معايا 2 مرات البوليس يخبطوا على الباب، وابني جوه مع مرات ابوه وانا مش قادره، بيني وبين ابني الباب. ده يرضي مين؟ هو مش انا عايز عامل ايه يديكي، دلوقتي؟ مش عايز يديكي الولد ليه؟ مش عايز يديني ولا عايز اتنازل عن كل حاجه، عايز اتنازل عن القايمه واتنازل عن فلوس امي بقى على الوصل امانه بالفلوس اللي هو اخدها، مش عايز يديها لنا، وابوه هو اللي مقويه. انا اقول ايه دلوقتي؟ اروح لمين اجيب لابني؟ يعني يرضي مين كده؟ طب لما رحتي للشرطه في الاسماعيليه ما قدروش يساعدوكي؟ عملوا لي ايه؟ طلعوا معايا 2 مرات ما رضوش يفتحوا لهم الباب، وهو ابني جوه. يعني اخر حاجه طلعوا معايا ناس من محكمه الاسره، انا ابني بيني وبين ابني باب مش قادر اخد ابني في حضني، ومرات ابوه، مرات ابوه اللي هي جده، مرات جده اخده الولد جوه في حضنها ومش عايزه تديهوني. ليه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح لمين يجيب لي حقي؟ لما ابني عنده 5 شهور يتفتب من صدر امه، امي بقاله 3 شهور مش معايا، انا اعمل ايه؟ اروح لمين؟ طيب معايا اقرار من المحامي العام ومش قادر اخد ابني. رحت القسم 2 طلعوا معايا خبطوا مش عايزين يفتحوا لهم. على كل حال، تحكي بالجنبيه. على كل حال يا مدام شوق، حضرتك قلتي المشكله وطبيعه هذه المشاكل، ممكن نضعها امام الجماعه، يعني مكتب اداره العلاقات العامه والاعلام بوزاره الداخليه، لربما يبقى فيه يعني حلول عندهم.